حسبي الله ونعم الوكيل، حتى نهار يدفنوني. فهمتني؟ السحر والشعوذة اللي تعرضت ليهم كوثر ولد، تحسن نفسك منه أباك تحير كيفاش تولي تايه، تولي ما على باليش. أنا وصلت أنا كيمونو نشوفه من من عرف من عرفش روحي يا سي محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع ومرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدا نتمنى لكم تدعموا لايك الفيديو، خليوا لي التعليقات ديالكم في الموضوع. الناس ما مشاركش معايا في القناة نتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. وعلى بركة الله نخليكم مع الفيديو كما شاهدتم في المقدمة ديالو. هذه ملاكمة جزائرية، باش ما نقولوش اودي السحر والشعوذة، وكيخرج بعض المرة الاعلام ديال شنقريحة وتكلموا على التشعويذ وافريقيا وكذا، ولكن ما يحدث داخل الجزائر يعني كثير من الامور اللي فصحت في هذا البرنامج هاد الملاكمة الجزائرية على أمور خطيرة جدا، أنه تعرضت للسحر والشعوذة باش يوقفوا المسيرة ديالها الرياضية. وديجا قال كان تواصلت مع أحد الرقاة، أحد الرقاة اللي كانوا صادفهم أيضا عبر البرامج الجزائرية وفي نفس القناة، كان تكلم على المنتخب الجزائري وقال لهم ضروري خص الراقي يمشي مع المنتخب الجزائري باش يرقي في إفريقيا، لأنهم اعتبروا إفريقيا كاملة فيها السحر والشعوذة إلا الجزائر. اليوم هاد الملاكمة فضحت كل شيء، وكما كنعرفوا هذا الراقي خرج وكأكد على أن رقى اللاعبين الدوري الجزائري كذلك ديال المنتخب الجزائري، وقال لك بعض اللاعبين كانوا كيديروا شي حاجه في القضاص باش ما كيسجلوش، ومني كيجي هو كيدير من الرقيه كيوليو يسجلوا ويوليو كما نقولوا في المستوى مع الفرق ديالهم. اليوم هذه الملاكمه غادي نخليكم تسمعوا التفاصيل، صراحه خطيره جدا، ودعات امرها لله، قال لك تعرضت للسحر والشعوذه من طرف اصدقاء ومقربين ديالها باش ينهيوا المسيره ديالها في عالم الملاكمه. نخليكم اخواني مع الفيديو، اعطوني الراي ديالكم فيه ونتلاقاو في النهايه ديالو. ماذا بيا نحكي على حاجه واحده اخرى اللي هي السحر والشعوذة اللي تعرضت ليهم كوثر ولد. هادي غير هكا. نحكي انا ولا تحكي انت؟ لا اذا رفتي تحكي. لا 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 ما دوك نفهمك حاجه، انا ما نتعمقش فيها. صرات صلي على النبي. صرات حديثه. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صرات حديثه، لانه الغراق اذا جاب حاجه عارفي باللي غير الا كان متاكد منها 100%. وي صرات وي صرات صرات وي صراو حوايج ماشي حاجه برك، صراو اشياء اللي قلبوا حياه كوثر راسا على عقب. من بينهم تسبوا لك في ربما اشاعه الاعتزال، تسبوا لك في مرض، تسبوا لك في مشاكل كبيره. احكي لنا يا لو كان شويه عبالك كش مفهمك انا عبالك دفاع. شوف تل منش دروحي اش دروحي دفاع بالك نزعف صح نزعف فهمتي. كش مفهمك تلفتيها لي على بالك والله تلفتيها. ايش هيك صرات؟ واه ايش هيك حاب من البونديرك؟ واش نقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. واش نقول لك واحد الحاجه، نقول لك واحد الحاجه، انا جيم با هاد لي تخيك والله كوثر. انا هل راكي ديري في الرقيه الشرعيه؟ الحمد لله. واش هيك صبت لك مشاكل؟ صبت لك مشاكل. شوفي انا باش لانه خليني نقول لك حاجه كوثر، حتى نخليك نريحك نوعا ما. في المكان اللي كيجالسه فيه انتيا كان جالس فيه كنا صادفنا راقي شرعي، وراقي حد الضجة بعد العدد هذاك، والناس راحت له وتكلم على انه رياضيين يجوا يرقيوا له، ما قالش كوثر ولكن قال رياضيين يجوا يرقيوا. على بالي شكون الراقي اللي جالك. ودوك دوك نفهمك واحد الحاجه، شوف هاد اللي تخيك والله خلينا نريبوندي لك على شوف هاد اللي تخيك هاد العفايس كاع انا وحده ما نحبهمش زعما، ما تقول زعما باسكو ما تقول ايه وين انا يا ربي نقولها ونعاودها. هذاك راك كنقول لك دوكا وكنتعيط له دركا، بعث له في الانستغرام والله تعالى ماشي بون ماشي انا، بعث لاختي الكبيره جوسكا ميتنا ان شاء الله ان شاء الله فيها خير ان شاء الله، كل واحد مريض ان شاء الله ربي يهديهم. سحروك يا خويا ان شاء الله ربي يهديهم وحسبي الله ونعم الوكيل حتى نموت. شو ما نقول ايه لا لا منا معليش انا ريبونديت لك كاين فوق هادية حسبي الله. ماشي عيب كوثر يعني يقدر اي معليش معليش اي مؤمن يصاب بهذا الشيء يا اختي. دوك نفهمك حاجه وانت راكي شوفي انا ديجا اصلا معروفة. شوفي راني نجوز في ليميسيون هادية، شوف جوسكا ميتنون ليميسيون راهي جازت
ما شاء الله. الوغ شوفي من حبالك ني ليك ني البيلا ني لي زرجيريان كان ني المسلمين كامل، باسكو حنا مسلمين حنايا. يقول لك الله تعالى غفور رحيم وشديد العقاب، فهمتيني؟ دركا باش يغفر لك ربي سبحانه يغفر لك كل الذنوب الا الشرك بالله يا ناس، الا الشرك بالله، فهمتني؟ درك دوك عباك راني نطلع غير راني مانيش حاب الا الشرك بالله. لازم كل واحد يفطن اخوه، لازم كل وحده تفطن خوتها، باسكو علاش الجيل الثاني اللي راهو جاي دركا ما على بالوش واش راهو يدير يا بلال، والله ما على بالوش واش يدير. تصلي تحسن نفسك منا عباك تحير كيفاش تولي تايه تولي ما على باليش. انا وصلت انا كيمونو نشوفه ما نعرفش روحي يا سي محمد. ميبو حسبي الله، قلت لك عباك شاني نهضر لك، حسبي الله ونعم الوكيل حتى نهار يدفنوني، فهمتني؟ انا ما نوكلش عليهم ربي. جاي تلفت لي قلت لك حسبي الله ونعم الوكيل حتى نموت. خو انت ما انا نسمح لك، الله تعالى ما يسمح لكش. اقول لك قال لك خويا انت مسلم اقرا شويه قران، انت مسلم روح شوف اتعلم زعما من عند امام من عند خو. كوثر هل عرفتي شكون هاد الناس؟ نعم نعم مقربين منك. ما يهمش هادي، نعم وخلاص. اصدقاء؟ نعم وخلاص، خليها ربي. هل قررت الاعتزال الان؟ قررت زعما هل ولا في راسك الان الاعتزال؟ لا هل في راسك الاعتزال؟ لا انا لا اتمنى لك الاعتزال. الحمد لله. بالك هذه الحاجه، شوف عبالك نقول لك واحد الحاجه بلال، والله غير من القلب الصافي زيد اون بليس، والله غير حتخرج من القلب والله تعالى. على بالك علي من تربيت انايا، تربيت على ما نديرش فرق بين واحد فقير ولا واحد غني، واحد ما على باليش ما يعرفش ما على باليش. ننصح كل واحد عبالك، واحد يصدق، واحد ما يحقرش، واحد ما ينممش، واحد ما يتنافقش، والله تعالى والحمد لله يا ربي. لاعبين في المنتخب الوطني رقيتهم، المنتخب الوطني الجزائري، نعم، وفي القسم الاول في الجزائر، ويعني يعرف يقول لي شفت صديق ليا حكم الجوارب تاعي، خدا لي الجوارب تاعي وعمل لي كذا، ويعني من ذاك النهار ما وليت اصابه مر اصابه وعندي امور. هذا لاعب في المنتخب الوطني؟ نعم نعم، فيه في الدرجه الاولى، فيه في فيه في قطر. المنتخب الوطني، خليني نقعدك في المنتخب الوطني، هل هذا محترف ام انه يلعب في البطوله الوطنيه؟ فيه محترف وفيه اللي يلعبوا في البطوله الوطنيه. ولا يماركي الان؟ او يماركي يضرب؟ بعد الرقيه، نعم نعم، ايه عقد، هي عقد. اذن اخواني كما سمعتم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون الاعجاب داكم، ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم، خليوا لي التعليقات ديالكم في الموضوع. الناس ما مشاركيش معايا في القناه، نتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا، وخليونا لايك الفيديو. تحياتي لكم.